طبيعة الحال إقليم العيون اللي كان فيه مجموعة من النقاط اللي مر منها الموكب الملكي، خاصة مركز طاح الذي كان نقطة الفاصلة ما بين الوجود الإسباني في المنطقة وإقليم طرفاية، بحيث أنه كانت هناك معابر من أجل الخروج أو الدخول، وقد كانت فرصة للحسن الثاني آنذاك أن يعبر بشكل واضح من خلال وصوله لطاح سجدتين شكرا لله على ما تحقق على يديه بفضل المسيرة الخضراء. وقد كانت تلك السجدة أهم الصور التي ظل المتتبع يتذكرها في تلك الزيارة. وبطبيعة الحال كانت الجموع البشرية في استقباله على مدار أو على مسار الموكب، خاصة في الطاح الذي كان له استقبال شعبي، بحيث كما قلت كانت الطاح عبارة عن نقطة لتحطيم الحدود الوهمية التي كانت ما بين الصحراء وبقية الأقاليم الأخرى، خاصة إقليم طنطان وتحديدا الطرفاية. وبالتالي فتلك الزيارة تبقى أنها ربط صلة توصل ما بين ما قام به جده الحسن الأول الذي أتى إلى المنطقة في إطار المساعي من أجل ربط الصلات مع قبائل المنطقة، وكذلك من أجل التصدي للمحاولات الاستعمارية آنذاك التي بدأت تتسلل المنطقة عبر السواحل، خاصة من طرف بريطانيا والبرتغال، وأيضا حتى من طرف إسبانيا. وقد كانت للحسن الأول لقاءات مع مجموعة من القبائل، وعين مجموعة من القواد وخلفاء له في المنطقة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.